خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. اليوم في مدينة شرم الشيخ دوت هذه الجملة: مصر أم الدنيا. جملة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته الأولى إلى مصر بعد وصوله للبيت الأبيض. بالأمس قال الشاعر المصري المملوكي المولود بمكة المتوفى بالقاهرة بهاء الدين زهير: والله قد جعل الأيام دائرة فلا ترى راحة تبقى ولا تعبا، ورأس مالك وهي الروح قد سلمت لا تأسفن لشيء بعدها ذهب. الشاهد هنا هو هذا الشطر المذهل: والله قد جعل الأيام دائرة. إليكم الدليل في هذه الحكاية التي دارت الأيام فيها دورتها كاملة أو تكاد. قبل 49 عاما بالتمام والكمال خطت قدما السناتور الأمريكي الشاب ذي 30 ربيعا جو بايدن على أرض مطار القاهرة في أولى رحلاته السياسية الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل بعيد الانتصار المصري العربي على إسرائيل في أكتوبر 73. كانت تلك الرحلة هي التدشين الفعلي لنجم جديد بازغ في سماء السياسة الأمريكية اسمه جو بايدن. واليوم في شرم الشيخ أعلن نفس الرجل، لكن صار رئيساً الآن، أعلن جو بايدن عن دعم مادي لمصر، صفقة بيئية مع مصر تصل إلى 500 مليون دولار للطاقة النظيفة. وكذلك أعلن منح القارة الإفريقية قارتنا السمراء 150 مليون دولار بالتعاون والتنسيق مع مصر أيضاً لدعم مشروعات التكيف المناخي وإنشاء مركز لتدريب الكوادر الإفريقية في مصر. بالأمس في أمريكا ترك بايدن بلاده حينذاك قبل نصف قرن ووراءه فيها مأساة عائلية دامية، إذ إنه قد فقد زوجته وابنته في حادث سير مروع. نصح السناتور الشاب حينذاك، نصح: لا تسافر يا جو، يكفيك ما فيك. لكنه أصر على السفر، وكانت مصر نقطة انطلاقه نحو التعافي النفسي والصعود السياسي. واليوم في شرم الشيخ جاء بايدن وحط رحاله مجددا على الأرض المصرية، وهي الزيارة التي ينتظر منها أن تدشنه قائدا عالميا يحظى بثقة سكان كوكب منهك ملوث غاضب. الزيارة التي قام بها رغم أنه نصح بالاعتذار عنها والبقاء في بلاده مترقباً النتائج النهائية الحاسمة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لكن جو بايدن أصر على المجيء إلى مصر. اليوم في شرم الشيخ قال الرئيس الأمريكي إن ما حدث في هذه المدينة الخضراء شرم الشيخ يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك جدية من العالم بأسره في مواجهة التغيرات المناخية. فبخلاف ما أعلنه من دعم كبير لقمة كوب 27، تحدث الرجل عن دور مصر الفعال والمحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وقال حرفيا إنها أكثر الدول في المنطقة التي تعمل على مواجهة أزمات المناخ بشتى الطرق. الرجل بدا متفائلا، هل يتفائل بما تذكره عن الزيارة الأولى؟ من يدري؟ قبل ساعات في شرم الشيخ قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي المصنفة كامرأة حديدية أمريكية، قالت إن شراكة مصر مع أمريكا علاقات تاريخية. واليوم في شرم الشيخ أكد هذا الأمر الرئيس الأمريكي بزيارته وحضوره مؤتمر المناخ اليوم الجمعة 11 من الشهر 11. كل هذا وغيره يؤكد
بما لا يدع مجالاً للشك نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27، ويؤكد كذلك بل ويقول بصوت عالٍ أمس واليوم وغداً: هذه هي مصر المنتصرة على الإرهاب والتهميش والهشاشة والتهويش، مصر التي شرعت في بناء جمهوريتها الجديدة، مصر هذه أيضاً تكمل دورة الزمن وهي بارعة في فعل ذلك منذ أبي الهول الصموت المهول. ألم يقل شاعر مصر الحكيم بهاء الدين زهير: والله قد جعل الأيام دائرة، أي والله يا بهاء دائرة. حزمة الأخبار بعد الفاصل من القاهرة الإخبارية التي هي عاصمة الخبر. شرم الشيخ. حزمة أخبار القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، نبدأها بهذا الخبر الذي يتعلق طبعا بالكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في مصر، تلك الكلمة التي أعلن فيها تقديم ملايين الدولارات لدعم مواجهة التغير المناخي ولدعم الطاقة النظيفة، التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر وفي قارة أفريقيا. الرجل أشاد بالدور المصري في ذلك الملف ووصف مصر بأنها أم الدنيا كما يسميها أبناؤها، مصر التي تقود المنطقة نحو تكيف مع التغير المناخي. الآن ينضم إلينا من هناك من شرم الشيخ زميلنا همام مجاهد موفد القاهرة الإخبارية إلى قمة المناخ. همام، أهلا ومرحبا بك زميلي الكريم. أهلا بك محمد، أهلا وسهلا. همام، أنت هناك، كيف كان انطباعك؟ كن أنت أقرب منا جميعا إلى الرئيس الأمريكي وإلى الوفود التي أنصتت إلى كلمته، حدثنا عن تلك الانطباعات. طبعا محمد، كنت حاضرا في هذا المؤتمر في هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجرد وصوله إلى هنا إلى شرم الشيخ ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم جاء إلى هنا إلى القاعة التي من خلفي حيث ألقى كلمته التي امتدت ربما لساعة إلى ربع تقريبا، وربما أنت أوجزت في مقدمتك العديد من التصريحات التي ألقاها جو بايدن، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل المقدم إلى مصر والتمويل المقدم إلى أفريقيا والتمويل الذي ربما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى صندوق التكيف العالمي من أجل مواجهة التغيرات المناخية والظواهر الناتجة عنها. كان هناك ترحيب كبير من قبل الحاضرين داخل هذه الجلسة، خصوصا مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالتمويل المقدم للحكومة المصرية للدولة المصرية ب 500 مليون دولار. هذا التمويل ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا، مقدمة إلى مصر من أجل دعم وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة. لا أحب أن أقاطعك، لكن هو استخدم تعبير صفقة مع مصر، صفقة ب 500 مليون دولار، كيف فهم هذا المصطلح الذي استخدمه الرئيس الأمريكي؟ يعني صفقة يبدو أنها تحمل دلالة تجارية، لكن فهم من كلمة صفقة أنها ربما مساهمات أمريكية في دعم التحول إلى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة هنا في مصر، والتي كانت مصر قد خطت خطوات عميقة وكبيرة من أجل الوصول إليها. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أن هذه المساعدات أو حزمة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى مصر، بالإضافة طبعا إلى حزم أخرى
مقدمة إلى الاتحاد الأفريقي أو إلى القارة الأفريقية، إنما تأتي من أجل تحمل مسؤولياتها وتقديم يد العون والمساعدة، وأيضا يعني مساعدة الدول النامية فيما يتعلق بالتكيف. كما تعلم محمد وكما يعلم السادة المشاهدين، هنا في هذا المؤتمر في كوب 27 ربما الكلمة الفاصلة، الكلمة الفارقة والموضوع المهم هو موضوع التمويل، سواء التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة للدول النامية فيما يتعلق بالتخفيف أو فيما يتعلق بالتكيف، والتكيف ربما هو المهم في هذه القمة. في عام 2017 كان التمويل المقدم للتكيف لا يتجاوز 5% من جملة التمويلات المقدمة إلى الدول النامية. في 2019 تم زيادة هذا التمويل إلى 7%. نحن نتحدث الآن عن ضرورة الوصول إلى 50% من التمويل المقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، المزمع أن يكون 100 مليار دولار، ومن ثم هناك 50 مليار دولار من المفترض أن تأتي وأن تمول بها الدول المتقدمة برامج أو خطط تنمية وخطط محلية وطنية من الدول النامية، يتم دراستها بالمناسبة في هذا المؤتمر من أجل إقرارها ومن ثم تنفيذها لاحقا بمساعدة الدول المتقدمة المسؤولة بشكل واضح عن هذه التغيرات المناخية. كما تعلم الصين والولايات المتحدة مسؤولتان عن 40% من جملة التغيرات المناخية أو الأسباب التي أدت إلى التغيرات المناخية، وبالتالي هي تقدم هذه المساعدة بوصفها تتحمل المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية أيضا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم، خصوصا أن أفريقيا كما تعلم محمد هي من أكثر دول أو من أكثر قارات العالم هشاشة، وبالتالي لا تستطيع بمفردها مواجهة هذه التغيرات المناخية. سامح شكري وزير الخارجية المصري منذ قليل في جلسة تتعلق بالتكيف في أفريقيا ذكر أن القارة الأفريقية لا تساهم سوى في أقل من 4% من التغيرات المناخية أو من الانبعاثات الحرارية بالأحرى، وبالتالي هي من أولى الضحايا، من أولى القارات التي يعني يعد أو تعتبر ضحية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. دعني أذكر لك رقم محمد، أن 83% أو 83% من الكوارث الموجودة في العالم والتي حدثت في العالم في عام 2020 حدثت بأسباب متعلقة بالتغير المناخي. هذا تقرير يسمى بتقرير الكوارث صدر في عام 2020، صدر من جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولي، وهذه النسبة ربما تفوق ب 35% بما كانت عليه قبل 30 عاما، وبالتالي كلما تأخرنا أو تأخر الوقت عن اتخاذ مثل هذه التدابير وهذه الإجراءات التي يتم التوافق عليها وبدء عمليات التنفيذ الذي يعني بالمناسبة القمة هذه تسمى قمة معا للتنفيذ، وبالتالي هم يريدون القادة هنا يريدون أن يبدأون في التنفيذ. منذ 92 حتى هذه اللحظة كل المؤتمرات التي عقدت تتحدث عن الوصول لاتفاقيات ووصول لأهداف ووضع إجراءات وخطط لازمة، لكن حتى هذه اللحظة لم تبدأ بالتنفيذ. الأمم المتحدة تقول أنه ربما تكون هذه هي الفرصة الوحيدة السانحة أمام العالم حتى يتم الوصول إلى الأهداف المبتغاة المتعلقة باستقرار المناخ في المرحلة القادمة. نحتاج إلى 300 مليار دولار خلال المرحلة القادمة سنويا على الأقل كما تقول الأمم المتحدة حتى يمكن الوصول إلى 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي. هذا زميل الكريم همام هو المسكوت عنه في كلمة الرئيس الأمريكي، رغم أنها قوبلت في نهايتها بالتصفيق وقوفا. انت عارف أن التصفيق وقوفا ده هو أعلى درجات الحماس لكلمة يلقيها سياسي، وغاية الاحترام والتقدير. سؤالي الأول، هناك من تحدثوا في أروقة كوب 27 وعلنا أمام الجميع أنه إصلاح الضرر البيئي أو حتى وقف التدهور البيئي يحتاج إلى تريليونات. الرئيس الأمريكي سكت عن ذلك وتحدث عن 150 مليون دولار هنا و500 مليون دولار هنا. إذن لماذا كان التصفيق وقوفا في رأيك يا همام؟ لعل هذه التصريحات هي تلقي بحجر في المياه الراكدة المتعلق بالتمويل. الأمم المتحدة تصف عملية التمويل بأنه الفيل الذي لا يغادر قاعة المفاوضات أبدا، وبالتالي إذا ما تحدث الرئيس الأمريكي كما تحدث في حديثه اليوم عن 150 مليون دولار في توجه للقارة الأفريقية أو 100 مليون دولار توجه لصندوق مواجهة التكيف العالمي أو حتى 500 مليون دولار بمشاركة دول مختلفة وجهات مختلفة موجهة إلى مصر، فبالتالي هي نوع من حلحلة هذه الأزمات المتعلقة بالتمويل في دول لدول العالم. هناك خسائر يعني بالجملة تعانيها الدول النامية تحديدا، والتي هي كما ذكرت هي ضحية هذه الانبعاثات وضحية التغيرات المناخية. إذا ما تحدث الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية أو دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة، فلعل هذا الترحاب الذي قوبلت به هذه التصريحات هو يعني بمثابة حلحلة لهذه الأزمة المتعلقة بالتمويل. الجميع هنا يراهن ربما في خروج مؤتمر شرم الشيخ على الأقل بحزمة تمويل معينة قابلة للنفاذ تكفي
الدول النامية، لا أقول حتى تكفي، هي يعني قادرة لعمل نوع من الحراك للدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية والوصول لما اتفق عليه في 2015 في مؤتمر باريس للمناخ إلى قيمة 100 مليار دولار، حتى وإن كان هذا المبلغ قليل، لكن على الأقل هذا ما تم الاتفاق عليه حتى عام 2015، ورغم ذلك لم يتم الوصول حتى إلى 100 مليار دولار. العام الماضي ربما صحيح تم الوصول إلى 83 مليار دولار فقط، 20% أو 20 مليار منها كان من أجل التكيف والباقي كان من أجل التخفيف. الهدف الآن الوصول إلى 100 مليار دولار، نصفهم على الأقل من أجل التكيف. وعندما نتحدث محمد عن التكيف، نحن نتحدث بالموضوعات وبالقضايا المرتبطة بالناس، نحن نتحدث على الأمن الغذائي، عن الأمن المائي، على التصحر، على يعني على عدد كبير من الموضوعات، على الطاقة، الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري وما إلى ذلك، على الهجرة غير المنتظمة، على الأمن حتى بالنسبة للقارة الأفريقية، على كل القضايا والشواغل التي تشغل المواطن تحديدا في الدول النامية التي هي أقل أو أكثر هشاشة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية. همام، أخيرا وباختصار شديدا، أنت كرمت زميلي الكريم، بعد أن خبت حماسة التصفيق وقوفا، ظل الحاضرون وأنت كنت بينهم ظلوا متحمسين لما قاله الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي، أم أنهم أحسوا أنه سكت عن أشياء كثيرة مهمة يمكن تركها للمفاوض الأمريكي لكنه سكت عنها، كتمويل صندوق 100 مليار دولار مثلا؟ المئة مليار دولار كما تعلم محمد ليست مسؤولية الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية تضامنية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. صحيح لربما تكون الولايات المتحدة يعني هي زادت حتى وضعفت من التمويل المقدم إلى هذا الصندوق أو يعني بحكم اتفاقية 2015، لكن هي مسؤولية مشتركة وتضامنية من الدول المتقدمة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حتى الصين واليابان والدول الشرق آسيوية في هذا الصندوق وفي هذا التمويل المقدم إلى الدول النامية. وبالتالي ربما كان التصفيق كان الترحاب الذي قبلت به هذه التصريحات موجهة للرئيس الأمريكي، بسبب أنه أعلن بشكل واضح وبشكل صريح أنه ضعف من التمويل المقدم تحديدا إلى ما يتعلق بالتكيف للدول الأفريقية على وجه الخصوص. وأنت تعلم أن مصر تتواجد في هذا المؤتمر، صحيح بوصفها هي المستضيفة لكنها أيضا تتحدث باسم القارة الأفريقية. وإذا ما تحدثنا عن القارة الأفريقية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كان حاضرا أيضا في مؤتمر 2015 في اتفاقية باريس للمناخ، وكان متحدثا باسم المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية، وطرح حينها عندما يعني كان في مؤتمر باريس للمناخ التكيف أو موضوع التكيف في أفريقيا. اليوم أيضا يتجدد هذا الموضوع، وتم طرح موضوع التكيف في أفريقيا سواء من قبل الرئاسة المصرية بشكل عام ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري، أو حتى عندما جاء وألقى كلمته الرئيس الأمريكي جو بايدن. كانت أفريقيا يعني حازت على نصيب كبير من كلمته ومن التمويل أيضا المقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. ما يتعلق أيضا تحديدا بأفريقيا، كما تعلم أفريقيا تعاني من أزمات مختلفة، لا سيما من الجوع ونقص الغذاء وما إلى ذلك، ومن حروب أهلية وما إلى ذلك، من موضوعات ربما تتسبب فيها أو يتسبب في جزء كبير منها ما يتعلق بموضوعات المناخ. وبالتالي كانت هناك موضوعات آخرها كان منذ قليل الوزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري عندما عرض هذه المبادرات الأمريكية جملة وتفصيلا وبشكل دقيق في هذه القاعة أيضا التي هي من ورائي. وكانت كل هذه الموضوعات والمبادرات موجهة إلى القارة الأفريقية. اليوم أيضا حدث موضوع هام، وهو أن تم إطلاق حزمة مبادرات أو حزمة من 25 بندا تختص 30 مجالا ربما تنفذ خلال 10 أو 8 سنوات تنتهي في 2030، وتعني بالتكيف في القارة الأفريقية، ترعاها مصر. وأيضا جاء في هذا المؤتمر الذي كان حاضرا فيه وزير الخارجية سامح شكري أن مصر سوف تستضيف مركزا للتكيف في القارة الأفريقية، وهذا المركز كما في كل قضايا المتعلقة بالتكيف أو حتى في التخفيف لن يعمل بشكل واقعي أو على أرض الواقع إلا من خلال التمويل من الدول المتقدمة. إليك أنا شاكر جدا للزميل الكريم همام مجاهد، وأعرف جيدا أنه كان يوما شاقا يا همام، ربنا معاك ومع كل الزملاء. أخبارنا، حزمة أخبارنا من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، ما تزال مستمر. هل سمعتم بهذا في العالم؟
hospital. Come on, come on. قال اليوم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مدينة خيرسون التابعة لروسيا الاتحادية تابعة لروسيا الاتحادية. هذا هو أول تعليق من قبل الرئاسة الروسية عقب انسحاب قواتها من المدينة. وبعد ساعات من الانسحاب الروسي من خيرسون شهدت انهيارا لجسر أنتونيفسكي، وهو الطريق الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا لنهر دينيبرو، فيما لم يتضح بعد سبب هذا الانهيار. الآن ينضم إلينا زميلنا حسين مشيك. أظن أن لدينا تقريرا. القوات الروسية تنسحب من خيرسون. أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية بالانسحاب من مدينة خيرسون بعدما سيطرت عليها القوات الروسية لمدة 8 أشهر، حيث كانت خيرسون أول مدينة أوكرانية تسقط أمام القوات الروسية في مارس الماضي. وتشكل خيرسون أهمية استراتيجية بالغة للأطراف المتحاربة، إذ تمثل بالنسبة لروسيا المدينة الوحيدة التي تقع تحت سيطرتها في غرب نهر الدنيبرو، علاوة على كونها رأس جسر يربط بين شرق أوكرانيا ومدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، لتصبح المعادلة أن من يسيطر على خيرسون سيطر على الطريق الواصل إلى مدينة أوديسا. أما بالنسبة لأوكرانيا فتمثل خيرسون مركزا استراتيجيا للضغط على القوات الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، كما تمنح القوات الأوكرانية الموجودة في مدينة ميكولاييف خط دفاع إضافي. يأتي الانسحاب من خيرسون في سياق ميداني أوسع يتمثل في انسحاب أكبر تنفذه القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر الدنيبرو إلى الضفة الشرقية، فيما بدا كأن المعركة في أوكرانيا باتت تحددها كفاءة الجيوش في عبور الأنهار، كما تأتي في سياق سياسي يتمثل في استعادة التواصل بين واشنطن وموسكو من خلال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن وعدد من مساعد الرئيس فلاديمير بوتين. كما أعلنت موسكو قبل يوم أنها تجري اتصالات مع مسؤولين أمريكيين من وقت لآخر. فهل تمثل حركة الجيوش على ضفتي نهر الدنيبرو أولى مراحل التهدئة الميدانية، أم أنها تعبير عن قوة الموانع الطبيعية كالأنهار في تحديد خرائط النفوذ؟ الآن ينضم إلينا زميلنا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو. حسين، خيرسون جزء من روسيا الاتحادية كما يقول المسؤولون الروس، تتعرض لهجوم أوكراني، العقيدة النووية الروسية تتحدث عن استخدام السلاح النووي إذا تعرضت الأراضي الروسية لهجوم مباشر. الحقيقة الأمر ينذر بالخطر بالنسبة لي، كيف تراه أنت؟ نعم محمد، بعد التحية، بالفعل هذا ما تحدث عنه الناطق باسم الكرملين اليوم ديمتري بيسكوف، حيث أكد أن خيرسون جزء من الأراضي الروسية، وهذا والانسحاب التكتيكي أي كما أشار بيسكوف لن يغير من هذا الشيء، أي من أن تكون خيرسون جزء من الأراضي الروسية. بالفعل العقيدة النووية للجيش الروسي تنص على استخدام روسيا للسلاح النووي في حال تم الاعتداء على الأراضي الروسية، لكن عدم استخدام روسيا هذا السلاح حتى هذه الساعة واستبعاد روسيا استخدام السلاح في التوقيت القريب، نظرا إلى أن
التأكيدات الروسية على لسان جميع الساسة الروس، فهي تأكيدات متشابهة. الجميع هنا يتحدث عن أن موسكو لن تستخدم السلاح النووي، والغرب هو الذي يتحدث عن إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي، وهنا الجميع يربط إمكانية استخدام هذا السلاح ببنود العقيدة النووية للجيش الروسي. ما حصل في خرسون محمد بالفعل هو سؤال يتم طرحه هنا من قبل جميع الخبراء والمراقبين، وحتى أيضا من قبل الداخل الروسي. فالجميع الآن يسأل لماذا انسحبت روسيا من خرسون، والبعض الآخر يتحدث عن انسحاب تكتيكي قامت به القوات الروسية من الجهة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الجهة اليسرى، نظرا إلى التخوف الروسي من تفجير الجيش الأوكراني لجسر أنتونوفسكي ولمحطة الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا، وما سيؤدي هذا الشيء من خطر على أفراد الجيش الروسي، بالإضافة أيضا إلى خطر على المدنيين. حتى هذه الساعة جميع التأكيدات الروسية تشير إلى أن الجيش الروسي فقط قام بانسحاب تكتيكي، ولم يتخلى الجيش الروسي عن منطقة خرسون، وخصوصا أن مقاطعة خرسون هي جزء من الأراضي الروسية. هذا الشيء أتى نتيجة عملية استفتاء تمت على أراضي المقاطعة خلال الأشهر القليلة الماضية. عدم استخدام روسيا السلاح النووي بالرغم من الاعتداء. عفوا حسين، آسف جدا للمقاطعة، لكن سؤالي الأخير لأن الوقت يتداركنا، هل الوعي الجمعي للروس يصدق، يعني يعتقد فيما ينقل إليه إنه هذا انسحاب تكتيكي والهدف منه كذا وكذا والجسور والمدنيين إلى آخره، أم أن هذا يفت في عضد الشعب الروسي ويجعله ويجعل معنوياته تنخفض؟ معظم الداخل الروسي حتى هذه الساعة محمد يصدق ما يتم التصريح به أو ما يتم الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع الروسية. وهنا للتنويه محمد إلى أن قائد العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرجي سوروفكن لديه مصداقية عالية جدا في الداخل الروسي، وخصوصا المقابلة الأخيرة على أحد شاشات التلفزة الروسية كانت تصريحات سوروفكن واضحة جدا وصريحة جدا، هكذا وصفها الشارع الروسي. حتى هذه الساعة الشارع الروسي لا زال يصدق بنسبة عالية جدا ما يتم التصريح به من قبل القيادة السياسية والعسكرية الروسية. نعم. وأيضا الشارع الروسي يأمل بأن يتم اتخاذ أي خطوة من قبل القيادة العسكرية الروسية تحقق ما يرغب به الشارع الروسي. وهنا الخبراء والمراقبين الجميع يتوقع إمكانية اتخاذ روسيا لخطوات كبيرة جدا وخطوات كثيرة جدا في الأسابيع المقبلة، تكون انعكاسها إيجابيا على الداخل الروسي نظرا إلى الخطوات السلبية. نعم. التي لحقت بالقوات الروسية خلال الأسابيع والأشهر الماضية. ولكن وكما تفضلت في بداية حديثك، خطوات كبيرة جدا ليست نووية. شاكر جدا لزميلي الكريم حسين مشيك. أبدت وكالة الطاقة الذرية قلقها من تدشين إيران صاروخاً باليستياً فرط صوتي، معتبرة أن مثل هذه الإعلانات التي تكشف إيران عنها تفاقم من المخاوف وتزيد الانتباه للملف الإيراني النووي. إعلان إيران عن هذا الصاروخ جاء بالتزامن مع موافقتها على زيارة بعض خبراء وكالة الطاقة الذرية الشهر الحالي لتقديم إجابات بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع ليست معلنة حتى الآن في عرض يسبق الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية. الآن ينضم إلينا الزميل سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل. أهلا بك زميل الكريم سلامة، ولعلك تلاحظ أننا نتحدث في الشأن الإيراني في معظم المرات التي نشرف بك خلالها، وهذا يبدو لافتا للانتباه. هل الاتحاد الأوروبي مشغول بإيران إلى هذه الدرجة؟ مساء الخير محمد. النمو السريع للبرنامج النووي الإيراني ومعه البرنامج الصاروخي الباليستي يجعل من الاهتمام بإيران أكبر وأكبر وأكبر مع مرور الوقت. الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران على بعد خطوة قصيرة من إنتاج
قنبلة نووية، وهذه المرة الأولى الذي يكون فيها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عمم على الدول الأعضاء بهذه الصراحة، ويتحدث عن عدم إمكانية التأكد لاحقا من أن إيران فعلا قد تتبنى برنامجا سلميا أم تتبنى برنامجا نوويا لهدف الاستخدام العسكري. الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرمت من تثبيت كاميراتها في قبل أسابيع. قامت إيران بإزالة 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثبتة في أكثر من موقع ترصد ركور أجهزة الطرد المركزي وإنتاج اليورانيوم لدى إيران. إيران أزالت هذه الكاميرات. تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه حتى وإن عادت إيران وثبتت هذه الكاميرات لن يكون بمقدورنا التأكد من أن إيران لم تنتج قنبلة نووية، أو على الأقل لا نستطيع أن نقدم ضمانات بأن البرنامج النووي لإيران سلمي. سلامة، ما هو التفسير الذي قدمه الإيرانيون لخبراء الوكالة بشأن هذه الكاميرات التي أطفئت فجأة؟ الإيرانيون يعني كانت ردة فعل على تعثر المفاوضات التي استمرت 16 شهرا وانهارت في سبتمبر الماضي للعودة إلى الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا عام 2015. وإيران أيضا كما يقول التقرير الدولي بأنها تتهرب لتخفي شيئا يبدو أنه بهذا الاتجاه، باتجاه تصنيع قنبلة نووية. هذه مشكلة خطيرة للغاية، وليست إسرائيل من تقول ذلك، إنما الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحذر هذه المرة من أن إيران تنتج أو على طريق إنتاج سلاح نووي أو قنبلة نووية. هناك مسألة أخرى، أن هذه التقارير الواردة من هناك والتي تغضب الأوروبيين جعلت الكثير من التقارير الجدية تحدق بعين واسعة على الاستثمارات الإيرانية داخل أوروبا، أو ما تسمى بشبكات، الشبكات التي تفلت من خلالها إيران من نتائج العقوبات المفروضة عليها. هناك الكثير من محلات الصرافة، الكثير من الشركات الوهمية التي تأخذ العملة الصعبة من العالم دون أن تترك أثر بأن هذه العملة الصعبة نتيجة بيع النفط الإيراني أو التجارة الإيرانية، وبالتالي تتحايل على الدول. لا شك بأن الأوروبيين يمكن كانوا يعلموا سابقا عن حجم هذه المتاهات الاستثمارية الإيرانية التي تعمي العين عن السلوك الإيراني الذي يريد أن يتفلت من العقوبات، ولكن الغضب الأوروبي دفع هذه العين المراقبة والفاحصة أن تدقق أكثر وأن تظهر الإيرانيين ما كانوا يعتقدون بأنها هذا أمر مدهش للغاية، ومن خلالها يستطيعون أن يتحايلوا على المجتمع الدولي. كانوا يعرفون ويسكتون لأن المزاج كان مزاج رضا. الغريب محمد الغريب محمد أن الأوروبيين يقولون بأن هناك اجتماعات بين مستويات عليا على في السياسات النقدية بين روسيا وإيران بغرض التعليم الإيراني لروسيا كيف يمكنها أن تتفلت من العقوبات الدولية. سلامة، أشكرك شكرا جزيلا، هذا كلام مثير للغاية ويحتاج إلى المزيد من التأمل. شكرا جزيلا لسلامة عطلة، مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نذهب لتأمل مزيد من تأمل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أدلى بها قبل ساعات قليلة في شرم الشيخ، بعضها مثير للغاية. التأمل سيحدث على أثير القاهرة الإخبارية التي هي عاصمة الخبر. هنا القاهرة عاصمة الخبر، هل نجح الرئيس الأمريكي في حضوره الخاطف في كوب 27 بشرم الشيخ وفي كلمته المطولة بمقاييس كلمات الزعماء في كوب؟
هل نجح في أن يرسم لنفسه صورة الفارس المخلص لكوكب الأرض من همه البيئي، أم أن المسكوت عنه سيعود ليطفو مرة أخرى على سطح الأذهان لكي يمكن يغير هذه الصورة، ولا أقول لكي يحولها إلى صورة ربما تكون مختلفة عما أراده الرئيس الأمريكي؟ دعوني أرحب بضيوفي الكرام الذين يشرفونني الآن. سعادة الدكتور أشرف سينجر، الباحث والمحلل السياسي الذي يشرفنا من استوديو النيل. أهلا بك يا دكتور أشرف. أهلا وسهلا. وكذا تشرفنا سعادة الدكتورة سمر الباجوري، أستاذة العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية، عبر سكايب من القاهرة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وكذا يشرفنا دكتور مهدي عفيفي، الباحث والمحلل السياسي من نيويورك. أهلا بك يا دكتور مهدي. أهلا بك. ويسعدني كذلك أن أرحب بمراسلنا في واشنطن الزميل رامي جبر. أهلا رامي. مرحبا بك محمد. أهلا بك. أبدأ مع الدكتور أشرف سينجر. دكتور أشرف، السؤال الذي بدأت به أطرحه عليك مجددا، نجح الرئيس الأمريكي فيما رمى إليه من رسم صورة لنفسه كمخلص لكوكب الأرض، وأنه سينقل الولايات المتحدة الأمريكية بيئيا إلى نصف انبعاثات في عام 2030، أم أنه ربما بما سكت عنه يرسم صورة مغايرة لما أراده؟ لا، هو نجح أن هو قدم خطاب في قمة شرم الشيخ، خطاب على فكرة للداخل الأمريكي أولا، باعتبار أن ورقة تغيير المناخ وأهمية الدفاع عن المناخ كانت جزء من الحملة الانتخابية للديمقراطيين، اللي هم على فكرة هيستطيعوا السيطرة على مجلس الشيوخ، وفي احتمالات تزيد اليوم انهم ممكن ان يستطيعوا السيطره على مجلس النواب، ويكون انتصار كبير لبايدن ولنانسي بيلوسي، باعتبار ان المجلس التشريعي اتى الى شرم الشيخ ممثلا في بيلوسي ومعاها 8 اعضاء من الكونجرس، 2 من اوريغون، 2 من كاليفورنيا، من تكساس، من إلينويز، وده يعتبر وفد كبير من 16 وكاله وهيئه امريكيه. وكان خطاب الرئيس بايدن اليوم في قمة المناخ هو خطاب للعالم، ويبدو أن عدد الأمريكيين المهتمين بهذه القضية كانوا موجودين من الكثرة بمكان في القاعة، استشعرنا أنه يقدم خطابا إلى الداخل الأمريكي. على فكرة هو أشار لبعض النقاط المهمة في العلاقات المصرية الأمريكية، باعتبار أن قمة التنفيذ تبدأ من شرم الشيخ، وشرم الشيخ ستكون يعني قمة تبدأ بها أشياء كثيرة. إعطاء 500 مليون دولار للدولة المصرية قناعة بأن الدولة المصرية يعتمد عليها الرئيس السيسي كقيادة. هل تستطيع يا دكتور أشرف أن تفسر لنا عالمية كبيرة، وهذا أنا آسف يا دكتور جدا للمقاطعة، لكن هل تستطيع أن تفسر لنا لماذا استخدم تعبير مصطلح صفقة، يعني صفقة بيئية ب 500 مليون دولار لمصر؟ لم أفهمه بوضوح، كيف فهمته أنت؟ أنا بشكرك على النقطة دي، لأن من فهم الترجمة الإنجليزية للعربية كلمة ديل هي تترجم بشكل صفقة، ولكن في المعنى الأمريكي هي الصفقة عبارة عن عملية تجارية، ولكن الصفقة المقصود بها أن في باكيج تم الموافقة عليه من الكونغرس، يعني بمعنى اتفاق يا دكتور سينجر، يعني مجلس الأمن القومي من الإدارة الأمريكية. ده اتفاق ومعناه أنه يثق في الحكومة المصرية، يثق في الرئيس المصري، باعتبار أن مصر يعني شوف، كان هناك أمرا جميلا بأن الموجة الحمراء لم تستطيع أن تغير الداخل الأمريكي، وفهمنا للسياسة الخارجية الأمريكية نفهم الداخل كي نفهم الخارج. يبدو أن الموجة الزرقاء التي استطاعت أن يتحقق لبايدن وبيلوسي خلتهم ييجوا للقاهرة بنفس وبأريحية كبيرة لتقديم رؤية الأمريكيين، لتقديم رؤيتهم أمام الدولة المصرية، أمام العالم، وده موضوع مهم للدولة المصرية، باعتبار أن ده بيأكد النجاحات، باعتبار أنت عارف الغيورين والذين لا يحبون ولا يعتمدون دور مصر الإقليمي. أنا في ظني أن الديمقراطيين بايدن بيلوسي وطريقة التناغم بين بيلوسي والرئيس السيسي كانت رسالة إلى الداخل الأمريكي وإلى المجلس التشريعي بأننا نثق في مصر، مصر دولة كبيرة عظيمة
والرئيس السيسي كان اليوم في لقائه مع بايدن كان مهما للغاية، قفل على الأمريكيين وكل الأقلام الرديئة التي تحاول أن تقرب هذه العلاقة الطيبة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتناول القضايا التي قال لهم أنكم ستسألون عن كذا وكذا، وهذه سياسات مصر التي صحيح. حققت صحيح. كي ينجح هذه القمة، وقد نجحت مصر في هذه القمة بشكل ملفت للنظر. تصور يا دكتور أشرف، ستكون مركزا الرئيس المصري قال جملة الحقيقة تبدو جملة مفتاحية في هذا الصدد، قال إنه أحيانا يكون سوء التفاهم بيننا وبينكم سببه ليس ما نخفيه نحن، لكن ما لا تسعون أنتم لمعرفته. هذه كلمة ذكية وواضحة من صانع سياسة مخضرم صحيح. فهم الداخل الأمريكي. يعني تعال تتصور أن يأتي بايدن وبيلوسي، يعني ما كانش ناقص غير المحكمة الدستورية العليا كي يتحقق النظام الأمريكي في شرم الشيخ وجودا. صحيح. فهذا أمر يعني ملفت للنظر. أستأذنك دكتور أشرف لأننا لابد أن ننتقل مع دولة كبيرة إلى باقي ضيوفنا الكرام. سأعود إليك دكتور، لكن الملحوظة ملحوظة اكتمال أركان الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض المصرية تبدو ملحوظة مدهشة للغاية. دكتورة سمر الباجوري أستاذة العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية، أعود كي أرحب بك مجددا وأطرح عليك مفارقة رصدها الكثيرون الحقيقة. حين يتحدث الرئيس الأمريكي عن أنه هناك خطة لتحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة لإنقاص انبعاثاتها بمقدار النصف حتى 2030، هل يظن الرئيس بايدن فعليا أن الديمقراطيين سيحكمون الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2030، لأن رئيسا جمهوريا يمكنه أن يغير كل شيء كما فعل ترامب من قبل؟ خليني أقول لحضرتك، هي الفكرة مش بس هو هيستمر في الحكم لحد 2030 ولا لا، هي الفكرة في واقعية هذا الطرح، إن احنا نخفض الانبعاثات 50% بحلول 2030 اللي هي في حدود 6 أو 7 سنين. هو طرح يمكن طموح جدا وشديد التفاؤل. الحقيقه ان يعني النهج العام لتخفيض الانبعاثات والمسارات اللي ليها علاقه بالقضايا المتعلقه بالتغير المناخي هو مش ماشي في المسار في هذا المسار المتفائل يعني. لكن هو بنقول هو في اطار الحديث في مؤتمر المناخ، هو بيلقي الضوء على يعني اعاده عودة الولايات المتحدة إلى المسار الاهتمام بقضايا المناخ، بعد ما قعدنا في فترة كان الحديث عن قضايا المناخ اللي هي قضاياها مش هي، ويمكن وصل هذا الحديث إلى الانسحاب من الاتفاقيات اللي هي علاقة بالمناخ زي اتفاقية باريس. فده عودة مرة أخرى للولايات المتحدة وعودة مرة أخرى لأولويات التغير المناخي وقضايا التغير المناخي إلى أجندة السياسة الأمريكية. دكتورة سمر، لماذا يبدو للكثيرين أنه الرئيس الأمريكي، وكما حتى أشار سعادة الدكتور أشرف سنجر في بداية حديثه، يخاطب الداخل الأمريكي من شرم الشيخ في معظم خطابه؟ لأنه هو مش بس اتكلم على التغير المناخي، هو بدأ يطرح القضايا اللي تهم الداخل الأمريكي زي قضايا التضخم، زي انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي في داخله. فهو الاهتمام أو الاستغلال هذا الزخم والاهتمام العالمي بقضية المناخ في طرح القضايا تعزز من الوجود السياسي أو دعاية سياسية للنظام الأمريكي الحالي. لا، وخصوصا أنه في لحظة انتخابية الآن، انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، هو استفادة من زخم لكل أنظار العالم وكل يعني في داخل الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة صحيح. إلى أحاديث والاهتمام بهذه الأحاديث. صحيح يا دكتورة، سأعود إليك سيدتي الكريمة، لكنني أذهب الآن إلى سعادة الدكتور مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي من نيويورك. أهلا بك دكتور مهدي، وأحب في البداية أن أعرف منك، هل يثق الرئيس جو بايدن أنه السنوات المقبلة حتى 2030 وهو الحد الذي تعهد أنه بالوصول إليه ستنخفض الانبعاثات الأمريكية إلى النصف، هذه السنوات ستكون زرقاء يا سيدي، أم أن المد الأحمر وخصوصا في البيت الأبيض يمكن أن يغير كل شيء؟ هيا إليك وأجزاء. أولا لو سمحت، هو رئيس الاتحاد قال هناك 9 ولايات نعم تقوم في 2030 حتكون 50% تقلل من الانبعاث. مسألة طبعا هناك فهم كثير في ما أثار
أولا لا يوجد رئيس أمريكي على وجه الأرض منذ أتى الولايات المتحدة الأمريكية أن استمر ديمقراطي أو جمهوري. هناك دائما المزاج الأمريكي، وأنا بتكلم بصفتي عضو الحزب الديمقراطي وعملت في حملة الرئيس أوباما وأعرف ما أقول، أن من الطبيعي أن يكون هناك تجديد، لكن هذه السياسات من الطبيعي أن يكون هناك ماذا يا سيدي؟ آسف لم أسمع. من الطبيعي أن يكون هناك ماذا؟ تبادل في السلطات. تبادل، نعم نعم، تغيير ما بين الديمقراطي والجمهوري في على مر التاريخ. أكثر فترة قعد فيها رئيس جمهوري أو ديمقراطي كانت 8 سنوات. نعم. فالمسألة هو لا يكون كده بمعنى أنه سيستمر كرئيس ديمقراطي، لأن هذه القرارات تأتي من الولايات. الولايات المتحدة الأمريكية 50 دولة جوا الدولة، ودي في الحقيقة في بعض الأحيان لا تفهم. هذه السياسات لابد أن توافق عليها الولاية نفسها. المبادئ الرئيسية والدعم قد يكون يأتي من البيت الأبيض أو ممثلا أو الشعب ممثلا في الكونغرس، لكن التطبيق يأتي من الولايات، حتى إن 50 ولاية لها 50 قانون انتخابي بتوقيتات مختلفة، بشروط مختلفة، بإجراءات مختلفة. لذلك لابد من فهم أن ما يتكلم عنه الرئيس الأمريكي هو ما تصبو إليه، وأن بالفعل هناك 9 ولايات لدينا ستقوم بتخفيض الانبعاث الحراري بنسبة 50%. نعم. وباقي الولايات حتى 2050. الالتزام الذي التزم به الرئيس الأمريكي أمام العالم أجمع وأمام المواطن الأمريكي، من الطبيعي أن يكون الحديث للرئيس الأمريكي والمسؤول الأمريكي للداخل الأمريكي، لأنه هو الذي ينتخبه وهو الذي سيقرر استمراره من عدمه. لكن دكتور مهدي، رئيس جمهوري من وزن دونالد ترامب يمكن أن يغير كل شيء. هذه هي طبيعة الديمقراطية. ممكن يغير شيء بالطبع، هذه هو يتبع آراء الناس. لذلك لم يستمر كما قلت وكما كان يقول الكثيرين ويتخيلوا أن رئيس الدولة في أمريكا هو الذي يحدد السياسات. لم يستمر ترامب كما ذكرت مرارا وتكرارا إلا مدة واحدة. نعم. لأن الصحوة ومن يتابع الانتخابات، الصحوة لم تكن على بايدن. لو احنا اعتمدنا على شعبية بايدن لخسر الديمقراطيين، لكن الصحوة كانت من عودة المواطن الأمريكي للديمقراطية. الخوف على الديمقراطية هو الذي حرك الشعب الأمريكي، ولذلك لابد أن يكون عندنا يعني تجهيز له. الشعب الأمريكي، أنا بتكلم من 40 سنة هنا و 40 سنة فاعل وليس مجرد حد عايش في الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب داخل الولايات المتحدة الأمريكية يريد الانتقال للطاقة الخضراء. هناك محاولات شخصية على مستوى الولايات، على مستوى البلدان، على مستوى المدينة التي أسكن بها. نحن نتعامل مع الأوراق بشكل مختلف. هذا الحراك مش جاي بسبب أن الرئيس الأمريكي يريد ذلك. المواطن نفسه هو الذي فرض على السياسة الأمريكية. الزخم الذي راه الآن في شرق الشيخ لم يأتي من حب نانسي بلوسي للسفر مثلا في هذا الوقت الحرج. وخاصة هناك يوم مهم جدا، اليوم هو يوم الفترنز دي، وأشرف أن أنا أكون أحدهم. الفترنز دي هو يوم دائما يحتفل به الرئيس الأمريكي. تقصد يوم المحاربين القدماء الذي افتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن حديثه بالإشارة إليه، وقام بتحية خاصة لجون كيري. بالطبع. لأن هناك احترام شديد لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية، فأي يعني عندما ألتقي بأحد ويعرف أني محارب قديم يقول لي شكرا لخدمتك في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا من هذا المنبر أحيي كل من يخدمون أوطانهم، لأن ده واجب. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي بدأ البداية الصحيحة التي استقبل بها كما رأينا. موضوع المناخ موضوع شائك جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كما يظن البعض بعض من الجمهوريين الذين يريدون يعني وضع السياسات الاقتصادية أمام الاقتصادات السياسات المناخية، وقد رأينا من الخطاب أنه يمكن مع وضع سياسات مناخية حقيقية أن يكون هناك نمو اقتصادي. الحقيقة أنا سأعود إليك يا دكتور مهدي، لكن حضرتك أثرت نقطة في غاية الأهمية، لأنه الرئيس بايدن قال حرفيا أنه سنثبت للعالم، وربما كان يقصد للأمريكان، لكن هو قال سنثبت للعالم أنه العمل البيئي، الاستثمار البيئي هو استثمار اقتصادي أيضا. سأعود إليك يا سيدي، لكنني الآن أذهب إلى زميلي رامي جبر في واشنطن. رامي،
لا أعرف ما إذا كانت هناك ردود أفعال لديك في وسائل الإعلام الأمريكية على كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ، أحب أن تجملها لنا زميلي الكريم. مرحبا محمد، بالفعل هناك الكثير من ردود الأفعال على كلمة الرئيس جو بايدن، الرئيس الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ، وجميع هذه ردود الأفعال هذه مرحبة بما قاله بايدن. دعنا نأخذ جولة سريعة في أبرز الصحف الأمريكية أو أبرز وسائل الإعلام الأمريكية. نبدأ من شبكة CNN الإخبارية، وعلى موقعها قالت إن الولايات المتحدة، عنونت موضوعها بأن الولايات المتحدة عادت مرة أخرى إلى قضية المناخ، عادت مرة أخرى إلى قضية المناخ. وأعتقد أن بايدن أشار إلى هذا في معرض خطابه عندما اعتذر عن خروج الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس، وقال إننا عدنا مرة أخرى إلى قضية المناخ لتحمل مسؤولياتنا. في صحيفة اليو اس توداي تحدثوا عن انتصار مناخي حققه بايدن في شرم الشيخ في مصر من خلال كلمته التي أوضح فيها أن قضية المناخ قضية أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. رد فعل آخر جاء من نيويورك تايمز التي عنونت موضوعها الرئيسي وقال عن المناخ، وقالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها، وأن الولايات المتحدة وذكرت وركزت على أن الولايات المتحدة مسؤولة عن 11% من الانبعاثات الكربونية في العالم، تأتي في المركز الثاني خلف الصين ب 27%، وذلك يضع مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة. هذه بالنسبة لردود الأفعال المرحبة، ولكن على جانب آخر هناك بعض ردود الأفعال المتسائلة بعض النشطاء البيئيين سواء هنا أو من النشطاء البيئيين الأمريكيين الذين كانوا في شرم الشيخ وكانوا في القاعة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما قالوا نعم نرحب بما قاله بايدن ونرحب بالمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة والدول الكبرى للدول النامية للحصول ولتسهيل الحصول على الطاقة النظيفة، ولكن أين المساعدات الأخرى والتعويضات الخاصة بالدول التي تضررت من التغيرات المناخية؟ صحيح. هناك 17 دولة إفريقية تضررت من التغيرات المناخية. دعني أقول للمشاهد الكريم يا رامي في حضورك أنه معظم الأصوات الإفريقية وقادة الدول الجزرية في شرم الشيخ يتحدثون عن جبر الضرر بتريليونات الدولارات وليس بمئات الملايين. صحيح. جبر الضرر بالمناسبة تحدث عنه أيضا جون كيري مبعوث البيت الأبيض للمناخ والذي هو موجود في مصر حاليا، وقال إن هناك مطلوب لجبر الكوارث المناخية ولتلافي الأضرار مطلوب 4 تريليونات دولار. نعم. هذا الرقم صادر عن مسؤول أمريكي كبير في هذا المجال، أتحدث عن رقم ضخم جدا لا أعتقد أنه من السهل تجميعه في فترة قصيرة. ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى الانتقاد الذي أخذه بعض النشطاء على بايدن، وأنه لم يتحدث عن هذه التعويضات ولم يشر إليها حتى إشارة، وقالوا أنه يجب على الولايات المتحدة والدول الكبرى أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في هذه التعويضات. وهذا يا زميلي الكريم هو الفيل في الغرفة، هذا هو المسكوت عنه الأكبر في حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ. صحيح، بالفعل هذا بالفعل كان مأخذا كبيرا، لم يتطرق بايدن، ذكر معلومات كثيرة جدا، كان خطابه معلوماتيا جدا عاطفيا قليلا، لكنه لم يذكر أبدا مسألة التعويضات، لم يذكر أبدا كيف ستعوض هذه الدول، كيف تتلافى أثار الجفاف، كيف ستتعوض عن الآلاف الذين ماتوا في هذه الأحداث، كيف ستعوض عن المواشي والحيوانات والمزروعات التي تضررت جراء السيول أو الجفاف، كيف يمكن أن تتعوضها الدول الكبرى؟ هذا ما لم يأتي على ذكره بايدن، ولكن صحيح. نتمنى أنه من خلال الآليات التي اقترحها لمساعدة هذه الدول أن يكون يتم هناك بالفعل تناول هذا الموضوع ربما في جلسات. رامي سأعود إليك كي نعرف منك أيضا انطباعات النخبة السياسية في واشنطن، هل كان من الأفضل أن يظل الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة الانتخابية الحاسمة أن يظل في عاصمة بلاده مشرفا على
الأداء الانتخابي لحزبه، أم أنه استطاع من شرم الشيخ أن يدير هذا الملف، بل ربما أن يساعد حزبه من قارة أخرى ومن دولة أخرى من شرم الشيخ ومن مصر؟ سأعود إليك، لكن الآن أعود إلى سعادة الدكتور أشرف سنجر الباحث والمحلل السياسي من استوديو النيل. دكتور أشرف، لا يخفى على حضرتك أنه هناك جيل جديد من القادة العرب، هذا الجيل يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية كما نراقب ونتابع بندية، بقدر أكبر على الأقل من الندية. تتصور أن الإدارة الأمريكية فهمت ذلك وتتعامل معه؟ بالتأكيد طبيعة العلاقات المصرية العربية والعلاقات الأمريكية العربية والعلاقات المصرية الأمريكية بتمر طبعا من فترة باراك أوباما إلى بايدن بمحطات، ولكن في المحطات التي مرت بها تلك العلاقات يبدو أن الأمريكيين فهموا جيدا التحركات لموازين القوى داخل العالم العربي، وده بيرجع لأن السياسيين الذين يقودون تلك الدول مصر، الإمارات، وإحنا كمان عندنا كوب 28 هيكون في الإمارات السنة الجاية، بنتحدث عن قيادات تدرك تيت فور تات، يعني واحدة بواحدة، يعني معناها أن أنا وين وين. صحيح، ديت لغة أصبحت مهمة جدا في إدارة الشأن العام، إدارة الشأن السياسي زي الدنيا كلها يا دكتور الأمريكية. ولكن ال- 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 بالتأكيد وكان ده بيرجع لأن كانت الدول العربية قديما كان هناك ملفات كانت دايما في موقف المدافع، ولكن تغير طريقة العرض بدأ الآن أن ليس هناك شيء نخفيه. في حديث عن انتقادات لحقوق الإنسان، الرئيس السيسي قبل ما الرئيس بايدن يتكلم قال له احنا عملنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا نميز بيها بين حق الرأي وبين قضايا جنائية. لكل من كان يسعى إلى تشويه صورة مصر في مؤتمر المناخ، أفتكر أن نانسي بيلوسي وبايدن أدوا دعم كبير للدولة المصرية بأن لا تكون هذه الأمور التافهة محط لأخذ أو خطف قمة المناخ. ده نجاح كبير من الساسة المصرية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع بايدن السياسي المحنك اللي بدأ عمله من السبعينات كسيناتور، ومع نانسي بيلوسي المرأة الحديدية. ولكن أحب أن أنا أقول أن كاليفورنيا التي هي موطن نانسي بيلوسي مرشحة أن تكون مثالا جيدا لكي نأخذ منها من تشريعاتها كطريقا تنفيذيا للتعامل مع قضايا المناخ. ويبدو أن المواءمة بين القاهرة وسان فرانسيسكو في علاقات جيدة مع هذه الولاية المهمة لأنها تعاني من الجفاف، الأمطار قليلة، الأنهار بدأت تشح. كاليفورنيا من الولايات التي ننظر في أن وجود نانسي بيلوسي يمكن استثمارها. أولا هي من 5 اقتصاديات في العالم، كاليفورنيا ولاية مهمة جدا للتعامل معها في المستقبل. ولكن أستطيع القول بأن فكرة الفري رايدر أو الراكب المجاني، فكرة أن التزامات الرئيس بايدن لتقديم ما هو مطلوب عالميا، احنا بنتكلم عن خلال 50 سنة المفروض أن الدول تتحمل بما يصل إلى 175 تريليون، ده رقم كبير جدا. أنت مطلوب أن الدول كلها تشترك مع بعض ويكون في تعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين وبين الاتحاد الأوروبي. هذه أمور تحتاج إلى عمل جماعي. قمة شرم الشيخ والقمة التنفيذية وما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة لكل قادة العالم أننا يجب أن نبدأ من شرم الشيخ الآن كتنفيذ، لأن كل تأخير سيمثل خسارة صحيح. كبيرة على لكن المجتمع الذي يريد الإنساني التنفيذ يا دكتور على الحضارة الإنسانية عليه أن يدفع، أليس كذلك؟ بالتأكيد طبعا، هو دي على فكرة أجندة الديمقراطيين، وأنا في ظني أن الديمقراطيين سيستمرون في حكم الولايات المتحدة 4 سنوات أخرى. ويبدو أن قضية المناخ كانت داخليا في الداخل الأمريكي مهمة. أمريكا دولة كبيرة لها تأثير في الاقتصاد، لها تأثير في السياسة. الداخل الأمريكي اقتنع بقضية المناخ وبالتالي صوتوا للحزب الديمقراطي، والموجة الحمراء لم تكن غالبة بل ضعيفة منهكة. ولن يتكرر ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب بأن تخرج أمريكا من الاتفاقيات التي تهدد الكوكب. صحيح. كما هددت الآن درجات الحرارة المرتفعة.
يبدو أن احنا أمام مساندة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة المصرية مع دولة الإمارات كقادة عرب محترمين يأخذون الخير للعالم العربي لبناء مجتمع يمس شعب الشعوب العربية يمس القارة الأفريقية والعالم. وده اللي خلاه الحديث النهاردة على أن مصر تكون مركزا للقارة الأفريقية بالتأكيد. سأعود بالتأكيد. إليك سيدي الكريم، لكن أذهب الآن إلى سعادة الدكتورة سمر البجوري. دكتورة سمر، المثل الغربي يقول لا يوجد عشاء مجاني. الرئيس بايدن الحقيقة أعرب عن مساندته للدولة المصرية في كل الملفات التي طرحت، الملف المائي، ملف التنمية، ملف البيئة. يعني ما الذي يريده من مصر في تصورك؟ أعتقد هو مش طلب من مصر قد ما هو طلب في إعادة يعني الصورة الذهنية للولايات المتحدة الأمريكية بعد ممكن احنا نقول جولات مش هنقول ان هي فائزة يعني، لكن زي ما كنت حضرتك قلت من الأول ان تغيرت طريقة المعاملة او طريقة التعامل مع الإدارة الأمريكية من الدول العربية من الدول اللي كانت تقليديا هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. لقينا مواقف الدول اختلف في قضية روسيا وأوكرانيا، مواقف الدول اختلف في حالة أسعار البترول لما كنا بنتكلم على الدول العربية. فالحقيقة هي إعادة مرة أخرى للتواجد الأمريكي، وإن أمريكا مساندة للمنطقة العربية، أمريكا مساندة لمصر في اتجاهها سواء كان في أفريقيا أو في المنطقة العربية. فهو الحقيقة ممكن يقول إن هو طريقة أو وسيلة لإعادة الدور الأمريكي مرة أخرى، لإعادة الزخم لهذا الدور مرة أخرى في المنطقة. وفي تصورك دكتورة سمر نجح الرئيس الأمريكي في ذلك؟ في الخطاب، هو الخطاب مبشر جدا وناجح جدا، ويمكن يعني متابعة لردود الأفعال المصرية هنا للخطاب الأمريكي هي ردود داعمة للغاية. الحديث عن التزام أمريكا بالقضايا المناخ بقضايا التنمية في مصر وفي أفريقيا، لكن يظل الموضوع رهن بقى، هل سيتم تنفيذ هذه الوعود، سيتم تنفيذ هذه المبادرات، أم سينتهي الأمر مع انتهاء المؤتمر كوب 27؟ وكيف ترين يا دكتورة التعامل المصري لتحويل انتقادات حقوق الإنسان إلى طلقة فارغة؟ يمكن التعامل مع قضية حقوق الإنسان زي ما وزير الخارجية المصري أشار في البداية أن الزخم والحديث حاليا في مؤتمر 57 هي في قضية حياة وفي قضية محورية تهم العالم ككل. ففكرة تحويل الاهتمام في هذه الفترة لقضية حقوق الإنسان واللي هي بناء على ادعاءات كما أسماها سيادة الوزير معالي الوزير هي ادعاءات تستند إلى حقائق زائفة لم تؤتي بثمارها، يعني لم يتمكنوا من تحويل الاهتمام في هذه القمة. ويمكن ده من يعني الدلالات على كده ان الخطاب الرئيس الامريكي او خطاب الخطاب الرسمي في المؤتمر لم يشير الى قضية حقوق الانسان كما هي العادة. يعني في هذه المرة كان الحديث منصب على التغيرات المناخية وقضايا التغيرات المناخية. صحيح صحيح، وهذا مدهش للغاية. سأعود إليك سيدتي الكريمة. الآن أذهب إلى نيويورك حيث الدكتور مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي. مرة أخرى أجدد التحية دكتور مهدي، وأحب أن أعرف منك، هل تتصور أن الرئيس الأمريكي سكت عمدا عن الإشارة إلى الحزمة الكبرى من المساهمة المطلوبة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مساهمة بالمليارات، بعشرات المليارات إن لم تكن مئات المليارات، لكي لا يغضب دافع الضرائب الأمريكي؟ يعني تحدث عن مبالغ بالنسبة لاقتصاد أمريكا مبالغ زهيدة يعني، لكنه ترك المبالغ الضخمة للمفاوض الأمريكي تحت الطاولة، أليس كذلك ولا إيه؟ لا بالطبع، هو تفضل. المفروض ان يكون الدول الاخرى ايضا، اين الصين واين الهند واين روسيا؟ فلا يمكن تحميل الولايات المتحده الامريكيه التي لها 11% فقط من اجمالي الانبعاث العالمي كل شيء، لكل مقام مقال. السياسه الامريكيه سياسه محنكه، وكما ذكر ضيفك الكريم بايدن ليس بالرجل الهين، رجل كان رئيس لجنه السياسات الخارجيه وعلى علاقة بكل القيادات العربية والدولية منذ كان في لجنة السياسات الخارجية ومنذ كان نائب رئيس أوباما، فهو يعلم جيدا كيف يمكن أن يعني يدخل في هذه القضايا. أعتقد أن الرئيس الأمريكي ذكر مبالغ طائلة في مسائل أخرى كثيرة جدا، والمساهمات يعني
على حتى نكون واقعيين، هناك بعض الجمهوريين وبعض الديمقراطيين كانوا رافضين أن يكون هناك أي نوع من أنواع الدعم لمصر. نعم. يكونوا أن يلتقوا ب 500 مليون دولار لمصر. 500 مليون دولار مبلغ ليس بالهين، نص بليون دولار ليس بالهين في هذا التوقيت بالذات وهذه الضغوط، وفي أثناء يعني كما ذكرت أنت الحملة الانتخابية يمكن صحيح. أن تؤخذ عليه. أعتقد أن الرئيس الأمريكي يعني تصرف بحنكة شديدة كما عهدنا منه، ويعلم جيدا لكل مقام مقال ومتى يتحدث مع من. هذا يعني لا يمكن أن يلقي اللوم على الصين مثلا التي ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وهي ليست موجودة، الهند ليست موجودة، لذلك هذا مكانه مكان آخر في موقع آخر. اليوم هو لابد من حين تشير حضرتك إلى أنه الهند ليست موجودة، الصين ليست موجودة، ما الذي تعنيه تحديدا؟ لأنه الهند والصين لهما وفدان رفيعان جدا في كوب 27. لا ليست موجودة أعني في المساهمات. يعني لم نرى التزام من الصين ولم نرى التزام من الهند، وطبعا روسيا مش موجودة أصلا، لكن ما أريد يعني ليست موجودة على طاولة المساعدات والمساهمات والإسهام. الإسهام كله كان من الولايات المتحدة الأمريكية التي عليها واقعيا 11% فقط، هناك 89% على باقي الدول. طيب أسألك السؤال من زاوية أخرى يا دكتور مهدي، أنت كرمت، هل يغضب دافع الضرائب الأمريكي حين يجري حديث على لسان الرئيس الأمريكي عن سندفع مليارات للبيئة إلى آخره، هل هذا يؤرق دافع الضرائب الأمريكي؟ هو الرئيس الأمريكي قالها أيضا، لم يقل بالأسلوب اللي حضرتك بتحاول يعني تضعه، هي ده أسلوب يعني قد يكون ممكن يثير المواطن الأمريكي، لكن معلوم جيدا أن هناك مدفع مثلا لغابات الأمازون. يعني هناك ما نحن ندفع كدفع ضرائب لغابات الأمازون، وعلى يعني على الرحب والسعة في أفريقيا كما ذكر الرئيس الأمريكي، هناك يعني يقين داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الحزب الديمقراطي أنه لابد من أن يكون هناك إنقاذ للمناخ، لده إنقاذ للبشرية، الهواء والماء والطعام حق طبيعي، حق من حقوق الإنسان الطبيعية. فإن لم نقم بالدفاع عن هذه يعني عاجلا أم آجلا الأجيال القادمة ستدفع الثمن. فهناك ثقافة داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع الخلاف السياسي، الكثيرين يعتقد أن يعني ما رأيناه في فترة ترامب كانت يعني فترة استثنائية. الطبيعي لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية تبادل السلطات. أنا نفسيا بنفسي اخترت حاكم الولاية يبقى جمهوري وكان صديق لي، واخترت عمدة الولاية يبقى جمهوري، لأن سياساته التي تؤثر على 80% من قراراتي داخل المدينة هي أصلح من الديمقراطي. أيوه. ديمقراطي وجمهوري لم يكنوا بأعداء إلا في فترة ترامب، والتي أعتقد أنها انتهت. ربما يكون هذا هو ما لا يفهمه بوضوح المراقب من الخارج يا دكتور مهدي، أنه الانتماء الحزبي في أمريكا ليس سجنا، ليس زنزانة يعني، لكنه مجرد التزام بحزمة من الأفكار يمكن الخروج عنها في أي وقت بمرونة. سأعود إليك يا دكتور الآن، أعود إلى زميلي رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن. رامي، كنا قد علقنا سؤالا عن المسكوت عنه، والمسكوت عنه الأكبر كما ناقشنا الدكتور مهدي عفيفي الآن هو المساهمات الأمريكية المتوقعة في صناديق جبر الضرر وإنقاذ الكوكب، وهي مساهمات مليارية بعشرات المليارات لم يتطرق إليها الرئيس الأمريكي. تفضل رامي. بالفعل لم يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هذه المساعدات وهذه المليارات الكثيرة، بينما تحدث عن رقم كبير جدا وضخم رصده للداخل الأمريكي للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم قضية التغير المناخي، وهو 370 مليار دولار. نعم. وكان يتباهى بإقرار هذا القانون من خلال الكونغرس الأمريكي في خطاب اليوم، وقال إننا تمكننا ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس من إقرار هذا القانون. 370 مليار للداخل الأمريكي، ولكن للخارج الوضع يختلف. الوضع يختلف حتى إنه لم يتحدث حتى عن مسألة التعويضات، وهذا أثار الكثير
من النشطاء خاصة، وأن الأضرار المناخية بالفعل كبيرة جدا في بعض الدول الأفريقية خاصة منطقة القرن الأفريقي التي عانت من الجفاف وبعضها عانى من السيول. من لم يمت بالجفاف والسيول مات من الجوع بعد ذلك، نظرا لموت الماشية والحيوانات وموت المزروعات أيضا. مسألة خطيرة لم يتطرق لها اليوم، وانتقاد كبير من الناشطين البيئيين لما قاله لما لم يقله بايدن في خطاب اليوم. قل لي رامي، كيف أثرت رحلة بايدن إلى مصر إلى شرم الشيخ تحديدا، وكيف أثرت كلمته هذه على المراحل الحاسمة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي؟ دعني أقول لك أن بايدن استطاع أن يقسم عقله إلى نصفين، نصف ذهب به إلى شرم الشيخ للحديث عن قضية المناخ، والنصف الآخر تركه هنا للحديث والاهتمام بمسألة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. وأيضا انتهز فرصة وقوفه على منبر في شرم الشيخ يراه منه كل العالم بما فيه الداخل الأمريكي، انتهز هذه الفرصة ببراعة شديدة كي يبعث بعدة رسائل للداخل الأمريكي. أولا زيارته إلى شرم الشيخ ومناقشته لقضية المناخ واهتمامه بهذه القضية هي رسالة إلى الناخب الديمقراطي الذي وضع في حسبانه عندما انتخب المرشحين الديمقراطيين أن الحزب الديمقراطي يهتم بقضايا المناخ، هذا الناخب أيضا يهتم بقضايا المناخ ويعلي منها بجانب قضايا أخرى مثل الاقتصاد والأزمة الاقتصادية وأسعار الوقود. أيضا رسالة أخرى لم يفوت الفرصة بايدن لتوجيهها إلى الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب عندما اعتذر أمام العالم أنه اعتذر عن انسحاب الولايات المتحدة. هذه يا رامي يعني أنت تتعفف عن ذكر وصفها الصحيح، هذه غمزة الحقيقة وليست رسالة. صحيح، هي غمزة بالفعل. لم يضيع الفرصة بايدن، لم يفوت الفرصة للانقضاض على خصمه من على هذا المنبر العالمي والاعتذار عما فعله خصمه دونالد ترامب إبان ولايته على البيت الأبيض وانسحابه من اتفاقية المناخ، وقال بعد ذلك لقد عدنا، عادت الولايات المتحدة إلى قضية المناخ. أيضا عندما تحدث عن مسألة الدعم الكبير الذي استطاع أن يقره في الكونغرس ب 370 مليار لقضية التغير المناخي، هذا أيضا كان من ضمن رسائل الداخل. إذن بايدن عندما خرج من الولايات المتحدة وسافر إلى شرم الشيخ لم يترك كل شيء خلفه في الانتخابات وقال لنفسه ما حدث قد حدث، لا، لا تزال هناك فرصة، لا تزال هناك جولة إعادة ستحدث في جورجيا، وهو عينه على هذه جولة الإعادة قد تضمن مقعد للديمقراطيين في جورجيا في مجلس الشيوخ، مقعد حاسم طبعا. أيضا هو يريد أن يمد الجسور سواء مع بالفعل مقعد حاسم جدا إذا استطاع أن يحصل عليه أي من الديمقراطيين أو الجمهوريين. أيضا بايدن يريد أن يمد الجسور واستغل هذه الفرصة ليمد الجسور مع الشعب الأمريكي من ناحية ومع الناخب الديمقراطي وأيضا مع الجمهوريين، عندما ذكر وقال إنه تعاوننا مع الجمهوريين من أجل إقرار هذه الحزمة للتغيرات المناخية لمكافحة التغيرات المناخية في الولايات المتحدة ب 370 مليار دولار، هو أيضا يريد أن يقيم علاقات جيدة معهم تحسبا للفترة المقبلة. إذن بايدن بالفعل سافر إلى شرم الشيخ ولكن بقيت الانتخابات صحيح. الأمريكية في عقله وفي باله، واستطاع أن يوجه مجموعة من الرسائل بهذا دون شك. رامي قد يتسع الوقت للعودة إليك، أشكرك جزيلا صحيح. في كل الأحوال الآن أعود إلى الدكتور أشرف سنجر الباحث والمحلل السياسي في استوديو النيل. دكتور أشرف، كيف يمكن للإدارة المصرية ولحلفاء الإدارة المصرية العرب وهم كثر الحقيقة على امتداد الخريطة، كيف يمكنهم أن يستفيدوا من الإدارة الأمريكية التي تبدو متفهمة لما حدث من تحولات السلطة في العالم العربي ومن التفكير الجديد لجيل جديد من القادة العرب في الإقليم؟ يبدو أن المثلث القوي مصر السعودية الإمارات يعمل بشكل رائع لإدارة مشهد السياسة الخارجية العربية وفتح خطوط مع كل الدول العربية، الأردن، الجزائر، يعني البحرين، الكويت، يعني احنا عندنا تجمع للدول العربية ينظرون في هذا المثلث من حكمة لإدارة قاطرة السياسة الخارجية العربية للعالم العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية،
يبدو أنها تسير بشكل جيد ورائع للغاية. ربما إدارة الشأن العام في إدارة السياسات الدولية في مصر أو الإمارات أو السعودية كونوا تيارات أو تواجد لمخاطبة الرأي العام الأمريكي أو الساسة الأمريكيين سواء كان في الكونغرس أو في الشيوخ أو في الإدارة الأمريكية. يبدو أن هذه الأدوات تبدو أنها ناجحة وتأتي بثمار جيد للغاية اللي بيدفع بايدن ونانسي بيلوسي إن هم رغم يا دكتور أشرف وهذا ليس يعني خافيا على أحد رغم حملات التشويه المتعمدة لهذا المثلث العربي المحوري ده بالتأكيد. وبعدين ما ننكرش على أن كاريزمة القيادات العربية الآن في مخاطبة الأوروبيين السياسة الأوروبيين أو الأمريكيين يملكون قوة دفع تأتي من الداخل العربي الضامن لقيادتهم ومستمتعين بإدارتهم ومستلهمين في أنهم يقودون العالم العربي لمصلحة والخير. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة يعني فرصة مواتية بهذا الأريحية والمزاج الإيجابي لبايدن وبيلوسي ناقش قضية سد النهضة بشكل محترف لطرح هذه القضية بكلمات بسيطة. هذا أمر مهم على أن أنت مصر النهاردة عملت استثمار في قمة المناخ في استضافة قمة المناخ ولم تأتي هذه القمة إلى مصر إلا إذا كان هناك شعورا من العالم والولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك استقرارا وهناك ثقة من الشعب المصري في الرئيس المصري وأنهم يرون أن الرئيس المصري يقود قضايا كبيرية ومهمة كقضية المناخ يعول عليه ويثقون في مصر وفي رئيسها. هذا إنجاز كبير بجانب طبعا اليوم يا دكتور أشرف اللي هو عن الاستثمارات. اليوم أحد أهدأ الأيام في تاريخ المدن المصرية على الإطلاق 11-11 بالتأكيد كل من كان يتاجر بهذا التاريخ قد فشل فشلا ذريعا وكان متوقعا. حكمة المصريين تتلاقى مع حكمة الأمريكيين في اختيار التجديد النصفي بأن القضية لم تكن ارتفاع الأسعار أو التضخم، كانت القضية بالنسبة لهم المناخ والحفاظ على الديمقراطية كانت ومقاومة الجريمة. العالم كله يعلم أن قضايا ارتفاع الأسعار والتضخم كل شعوب العالم ليست قضية مصرية ولا قضية أمريكية بل أنها قضية عالمية. لذلك الحديث عن وقف الحرب الأوكرانية الروسية تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الأولى لقمة شرم الشيخ باعتبار أن هذه الحرب في استمرارها ستمثل ضررا كبيرا ومزيدا من ارتفاع الأسعار على الشعوب العربية والأفريقية بل على شعوب العالم. كانت قمة ناجحة بكل المقاييس والمعايير، ختمت بوجود يو اس اير فورس 1 تهبط في شرم الشيخ من دولة كبيرة تقود النظام الدولي، ونسعى كمصريين للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من رئيس لرئيس من شعب لشعب لأنها دولة مهمة. الحقيقة هي لم تختم، هي مستمرة لكن توجت ربما بهذا اليوم التاريخي. دكتور أشرف قد يتسع الوقت للعودة إليك سيدي، أذهب الآن إلى الدكتورة سمر الباجوري أستاذة العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية. دكتورة سمر، هناك قدر كبير جدا من التعويل على دور الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ملفات تشغل العرب الحقيقة جدا في الفترة الراهنة، مثلا الملف النووي الإيراني، لأنه إيران بالنسبة لأشقائنا في الخليج العربي لو أنها امتلكت سلاحا نوويا لغيرت كل شيء جيوبوليتيكيا في الإقليم بأسره. نحن نتحدث عن دور أمريكي محوري في هذا الملف مثلا وفي ملفات أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى أداء أدوارها هذه في تصورك؟ أكيد، زي ما بقول حضرتك هي كانت فرصة لعودة الولايات المتحدة أن هي تبقى فاعل رئيسي في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، وده لأن الولايات المتحدة عند انسحابها من قيامها هذا الدور هي خسرت الحليف العربي أو خسرت موقف الدول العربية في القضايا العالمية المختلفة. الحقيقة الولايات المتحدة النهاردة لو حتى اتكلمنا على موقفها من قضايا المناخ، هي دعمت المقترح المصري الخاص بالقارة الأفريقية مثلا في برنامج التكيف الإفريقي اللي
طرحته مصر في قمة الاتحاد الأفريقي بتاع سنة 2015. فهي الحقيقة عادت تاني مرة أخرى لدعم الدول العربية في مواقفها المختلفة، وخصوصا أو من أبرز أمثلة ده في الفترة الحالية هي قضاياها المتعلقة بالتغيرات المناخية. ما سيطلبه الخليجيون الحقيقة إن جمعهم لقاء ببايدن كهذا اللقاء الودي الذي جمعه بالرئيس المصري؟ ما سيطلبونه هو دور أمريكي أكثر وضوحا في التعامل مع إيران وفي ردعها عن امتلاك السلاح النووي، ويعني هذا معلن، ولعل هناك تحول باتجاه الفعل الأمريكي في هذا الملف يا دكتورة. لكنني سأذهب بك الآن إلى القارة الإفريقية، وهذا هو تخصصك فيما أتصور. 150 مليون دولار، ماذا بإمكان هذا المبلغ أن يفعل في قارة قالت بوضوح على لسان زعمائها نحن بحاجة إلى تريليونات كي فقط نوقف التدهور البيئي؟ هذا المبلغ سيعده الأفارقة زهيدا، ما الذي يمكنه أن يفعل؟ هو الحقيقه زي ما حضرتك بتقول، هو ممكن يعتبر ان هو المبلغ قليل او مبلغ غير يعني مناسب للطموحات او الاحتياجات الافريقيه، لكن هو يختلف المبلغ هذه المره او الحديث عن التمويل في هذه المره في هذه القمه، ان هو اتى تمويل لبرامج محدده او بدايه لتمويل في برامج محدده، فاصبح الحديث عن 5 مليون دولار لبرنامج الانذار المبكر او كذا مليون دولار لتوسيع قاعده برنامج الانذار المبكر على القاره الافريقيه، استهداف لقطاعات اقتصاديه معينة أو قطاعات معينة تهم الشأن الأفريقي. يمكن هي ده أهم من فكرة المبلغ في حد ذاته. لأن ويمكن جون كيري في حديثه عن التمويل، عملية التمويل، هو تحدث عن شراكات القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص في تدخله في هذه البرامج أو في تمويل البرامج الخاصة في التغير المناخي قد يحل محل التمويل العام من الدول. يعني قد تأتي استثمارات في مجال الهامة في القضايا الهامة بالتغير المناخي، في مجالات الطاقة، في مجالات البنية التحتية، في مجالات الزراعة، تحل محل الالتزامات الخاصة الحكومات نفسها وتؤتي بثمارها. فممكن نقول هو بداية تمويل أو بداية للحديث عن برامج بعينها في تمويل التغيرات المناخية، قضايا التغيرات المناخية، وليس على الطبع يعني بالطبع هو المبلغ المطلوب أو حتى يقترب من المبلغ المطلوب. أعلن اليوم أيضا كما قال مراسلنا في شرم الشيخ همام مجاهد، أعلن عن إنشاء موفدنا إلى شرم الشيخ، أعلن عن إنشاء مركز في القاهرة لإدارة هذا التحول بتمويل أمريكي يا دكتور. تمام، هو مركز دعم أفريقيا لبناء القدرات والتدريب، وده مركز هيكون يعني هو برضه هو جزء من برنامج أو مبادرة أفريقية للتكيف. هو الغرض من هذا المركز أو الهدف من هذا المركز هو بناء القدرات الأفريقية، يعني فيما يتعلق بقى بالمؤسسات، بالسياسات، بناء السياسات المناسبة لقضايا التغير المناخي، وحتى إعداد البحوث العلمية. يعني هو في حتى في نشاط أكاديمي هيبقى يتعلق بإعداد البحوث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية وسبل مواجهتها وسبل الحد منها. فهو جزء من المبادرة اللي تبنتها مصر أو اللي بدأت من قمة 2015 للاتحاد الأفريقي. وأنت أستاذة بكلية الدراسات الإفريقية، يمكنك أن تفيدينا بشأن وجود كوادر مصرية قادرة على إدارة هذا المركز يا دكتور؟ أكيد طبعا، في جامعة القاهرة، في مركز كلية الدراسات الأفريقية العليا زي ما حضرتك بتقول بتخصصاتها المختلفة، يعني كلية فيها تخصصات سياسة واقتصاد وموارد طبيعية وجغرافيا ولغات إفريقية. فالحقيقة هي مصر ذاخرة بالأكاديميين القادرين على المساهمة في النشاطات المختلفة لهذا المركز. شاكر جدا لحضرتك. أذهب الآن إلى سعادة الدكتور مهدي عفيفي، الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي. دكتور مهدي، الولايات المتحدة الأمريكية ليست على عتبة تغير كبير في سياساتها الخارجية أيا كانت النتائج المتبقية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، أليس كذلك؟ بالطبع السياسة الخارجية ستستمر كما هي، وأعتقد أن لقاء رئيس بايدن في شرم الشيخ ولقاء المناخ يؤكد على نقاط يعني غابت عن أذهان الكثيرين، أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما موجودة لكن لمن يعرف ما يحدث وراء الكواليس. هذا مهم للغاية، لكن الحقيقة من لا يعرفون ما يحدث وراء الكواليس يكون من حقهم إن هم يعني يفهموا ما يرونه فقط يا دكتور، هنعمل إيه طيب؟ بالطبع هي المشكلة لدينا، خلينا نتكلم بشكل واقعي، المشكلة لدينا أن هناك من
كثيرين مما يتكلم في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يدري. يعني رامي الشريف قد يكون قد درس كتاب أو يعني كورس أو زار الولايات المتحدة الأمريكية. السياسة الأمريكية سياسة معقدة جدا. وبالمناسبة منذ إبان الرئيس أوباما فكرة أن يكون هناك قوة مركزية في الشرق الأوسط تم طرحها منذ عشرات السنين. أنا احضرت هذا، حضرت بنفسي لقاء مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية والتي غيرت فيه من السياسات التي يتكلم فيها الكثيرين. فالواقع أنه لابد من التركيز أكثر مع من يفهم أو يعرف السياسة الأمريكية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر مصر، يعني أنا أقول هذا وقلت مرارا وتكرارا، مصر يعني دولة مهمة جدا جدا للولايات المتحدة الأمريكية. وسمعت هذا بنفسي أنه لا يمكن أن تترك مصر لتسقط بعد الشر يعني، ولا يمكن أن السماح يعني إنهاك مصر بأي طريقة. مصر لها بعد أفريقي قوي جدا، مصر لها بعد عربي وشرق أوسطي قوي جدا، والولايات المتحدة الأمريكية وبكل صراحة تعتمد على مصر في قضايا حيوية مثل القضية الفلسطينية. علاقة مصر مع سوريا تحل بعض المشاكل، علاقة مصر مع اليمن. الآن هناك حديث من بلومبرغ أنه يمكن للقاهرة أن تستضيف محادثات روسية أمريكية بخصوص المباحثات الصاروخية ستارت 3. هذا الموقع لا يكفي يعني غير مكفول لكثيرين، لكن من المهم الاعتماد على الكفاءات والثقافات والبعد عن إثارة النعرات. يعني مع احترامي الشديد من يقول أن الرئيس ترامب مثلا كان يدعم مصر، هذا كلام غير واقعي وغير حقيقي. السياسة الأمريكية أيا كان من هو في البيت الأبيض، السياسيين الأمريكيين يروا أن الدور المصري القديم، دور مصر مش النهاردة، دور مصر قديم من أيام ما كان دول عدم الانحياز، دور مصر لا ينتهي. تغير مصر تمرض ولكن لا تنتهي. لذلك أعتقد أن الرسالة اليوم في شرم الشيخ يعني للعالم أجمع من شرم الشيخ من الرئيس الأمريكي، نحن نضع يدانا مع من ضمن 190 دولة الموجودة، الولايات المتحدة الأمريكية تضع الثقة في مصر. وبالمناسبة 150 مليون دولار، 50 مليون السنة اللي فاتت و100 مليون السنة دي لهذا المركز وليس لدعم أفريقيا. يعني هناك أموال مرصودة لدعم أفريقيا وهناك أموال كثيرة جدا، لأن مسألة المناخ بالنسبة للحزب الديمقراطي بالنسبة للمواطن الأمريكي هي مسألة حياة أو موت، ومصر شريك حقيقي وواقعي ويعتمد عليه في المنطقة العربية وفي أفريقيا. الحقيقة دكتور مهدي كلامك مهم للغاية، لكن المقتطفات التي ننقلها هي مقتطفات قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ساعات حرفيا، فربما يكون فهم حضرتك لهذه المقتطفات أدق منا. يعني أنا شاكر جدا لسعادة الدكتور مهدي عفيفي. سؤال أخير لرامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن. رامي، كيف يبدو انطباع دافع الضرائب الأمريكي عن الأرقام الهائلة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالتحول المستدام في الصناعة الأمريكية واستخدام الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هو الذي سيمول هذه المليارات؟ دعني أقول لك أن الدافع الضرائب الأمريكي في هذا المنحة يذهب في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الاتجاه الأميل لسياسات الحزب الديمقراطي، وهو يعرف أن قضية المناخ ليست رفاهية، قضية المناخ قضية أساسية، قضية المناخ قضية اقتصادية. كما قال بايدن إن مناخ جيد يعني اقتصاد جيد، وفي إشارة إلى التنمية المستدامة. هذا على خلاف الفكرة السائدة لدى الجانب الآخر من الأمريكيين. هناك جانب ليس بقليل بالمناسبة من الأمريكيين ينكر أصلا قضية التغير المناخي، يعتبروها خدعة أو مؤامرة أو شيء من هذا القبيل، أو مجرد وسيلة لابتزاز الأموال، ولا يقتنعون بها ويرون أنه من الأفضل أن ننفق في الصناعات وفي صناعات مثل الفحم كوقود، واستخدام الفحم كوقود لا يضر البيئة، وأنها هناك دورات والكوكب يعالج نفسه، وما إلى ذلك من خطاب ربما يكون متطرفا بعض الشيء ضد قضية المناخ. الخلاصة أن دافع الضرائب مثل كل شيء منقسم في هذه البلد، منقسم ما بين اتجاهين. هناك من يرى أن التغير المناخي حياة أو موت، وهناك من يرى أن التغير المناخي مؤامرة. صحيح، كل شيء صحيح صحيح. وكما قال الدكتور مهدي، السياسة الأمريكية معقدة للغاية،
ولا تستطيع أن تحكم عليها بقراءة كتاب أو بزيارة أمريكا زيارة عابرة، وأنا أفهم هذا جيدا. رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. سعادة الدكتور أشرف سنجر الباحث والمحلل السياسي الذي شرفنا من استوديو النيل، يا سيدي وافر الامتنان لك. وكذا لسعادة الدكتورة سمر الباجوري أستاذة العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية، شكرا جزيلا لك سيدتي. أما الدكتور مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي فقد قدم لنا صورة واضحة لآراء هذا الحزب الرئيسي في الحياة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك يا دكتور مهدي. الشكر الجزيل لكم بدوركم مشاهدي الكرام. هذا المساء على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر ما يزال مستمرا، لكننا سنظل مع ملف ليس بعيدا عن الملف الذي كنا نتحدث عنه، قرن من العلاقات المصرية الأمريكية كيف يبدو لأهل الخبرة. مرحبا بكم مجددا هذا المساء من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. اليوم أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يقول الكلمة الشهيرة التي قالها على منصة كوب 27 في شرم الشيخ قبل ساعات، و 100 عام مرت على بدء العلاقات الدبلوماسية بين بلاده الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. هذا أمر أيقوني كما يقولون، يعني هذا مفصل تاريخي. كيف تبدو 100 عام من العلاقات بين البلدين لأهل الخبرات المتعددة الذين ينظرون إلى هذه العلاقة من زوايا مختلفة؟ دعوني أرحب بضيوفي الكرام الذين ينضمون إلي الآن كي نتأمل معا هذا القرن من العلاقة. هؤلاء الضيوف وهم يعني لديهم قدرة على تأمل هذه العلاقة من زوايا مختلفة، كما قلت لكم من شرم الشيخ الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، وكذا ينضم إلينا العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن نيويورك ينضم إلينا مراسلنا ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. العميد خالد عكاشة سينضم إلينا بعد قليل، ربما خلال هذا العرض البصري الذي سنشاهده الآن معا، وبعد ذلك نذهب مباشرة إلى ضيوفنا الكرام. سأبدأ مع ضيفي الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي الذي هو في شرم الشيخ وكان حاضرا أثناء إلقاء الرئيس الأمريكي كلمته الشهيرة التي ذاع صيتها يعني في كل المواقع العربية وبالطبع الأمريكية. أهلا بك أستاذ عزت. أهلا بك أستاذ محمد. الحقيقة جاذبية أي رئيس أمريكي طاغية دون شك، لكن هذا الرجل تحديدا له جاذبية خاصة ربما يكتسبها من خبرته الهائلة ومن عمله الذي تجاوز
نصف قرن. أولا أود أن أعرف انطباعك قبل أن أسألك عن تقييمك للحالة، حالة قرن من العلاقات المصرية الأمريكية، الانطباع أولا. الانطباع عما جرى اليوم في شرم الشيخ وفي القاعة التي استضافت كلمة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ كانت إيجابية للغاية. الأجواء كانت أعتقد أنها كانت مقدمة لتحولات خاصة بملف المناخ، تحولات مهمة سنراها في الفترة القادمة. الرئيس الأمريكي جاء اليوم من أجل أن يعلن أن الولايات المتحدة ما زالت دولة قادرة على قيادة العالم فيما يخص قضية المناخ، وهذا أمر أعتقد كان يريده داخليا ويريده خارجيا. كان يريد أن يقدم نفسه للناخب الأمريكي المهتم في القاعدة العريضة للحزب الديمقراطي باعتباره من المدافعين عن المناخ ومتبني دي حزمة للقوانين التي تدعم التحول في اتجاه الاقتصاد الأخضر في الولايات المتحدة والطاقة النظيفة. وأيضا العالم الخارجي يريد أن يقول أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على مستويات عدة، مستوى متعدد الأطراف مع الدول الصديقة، وتستطيع أن تقوم ببناء تحالفات جديدة خاصة فيما يخص القضايا العالمية التي تبلور أو تبرز مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي وعلى رأسها قضية المناخ. فيما يتعلق بالإشارة المدهشة التي لم ينسى الرئيس الأمريكي أن يلمح إليها وهي مرور قرن على بدء العلاقات المصرية الأمريكية، كيف تقيم أنت هذا القرن الحافل بالأحداث الذي كانت فيه أمريكا في البداية في نهايات القرن التاسع عشر مجرد دولة عادية تقيم معها مصر علاقات عادية، ثم تحولت إلى خصم، ثم تحولت إلى العدو الأكبر للمصريين في لحظة من اللحظات، ثم تحولت إلى صديق الحقيقة نتكل عليه في أشياء كثيرة جدا وحليف نتعامل معه كحليف دون شك. كيف ترى هذه التحولات سيدي الكريم؟ مثلما أشرت يمكن العلاقات المصرية الأمريكية مرت بعدد من المراحل المهمة على مدى 100 عام. انخراط الولايات المتحدة في العالم وفي الشرق الأوسط بدأ مع صدور مبادئ وودر ويلسون التي زاع صيتها في العالم باعتبارها تعطي الشعوب حق تقرير المصير، كانت واكبة الثورة 19 في مصر. ثم بدأت بعدها العلاقات المصرية الأمريكية تنمو وقيمت العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي منذ 100 عام في عام 1922، وظلت العلاقات جيدة على المستوى الثقافي وعلى مستوى والتبادل الاقتصادي وغيره التجاري. وكانت الولايات المتحدة وقتها دولة صاعدة تجاريا في العالم حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، هذه المرحلة الثانية، المرحلة التي شهدت بداية الجس والنبض بين المعسكرين الشرق والغربي، وبدأت بعدها الولايات المتحدة تلتفت إلى الشرق الأوسط باعتباره منطقة حيوية واستراتيجية بالنسبة للسياسة الأمريكية. ثم جاءت مرحلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحصل الصدام بين الإرادة المصرية وبين السياسة الأمريكية في المنطقة. ثم ما بعد حرب أكتوبر وبعد فض الاشتباك وبدأت مرحلة جديدة أيضا ثالثة أو رابعة في العلاقات الثنائية حتى توقيع كامب ديفيد، ومن بعد كامب ديفيد بدأت العلاقات في المستوى الذي نراه اليوم تنمو على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري بالقطع بشكل كبير، وأصبحت هناك مساحة من الثقة والتنسيق على مستوى العلاقات الثنائية بشكل كبير. علاقات بتنمو، الرئيس اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أنه هناك تطابق وتوافق بين مصر والولايات المتحدة في كثير من الملفات أو أغلب الملفات في المنطقة، وهذه هي طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين الدول، بين دولة كبرى مثل الولايات المتحدة ودولة إقليمية تمثل مفتاح هذه المنطقة هي مصر. وبالتالي لا يمكن الحديث عن علاقة استراتيجية بدون أن يكون هناك حديث عن هذا التقارب وهذا التطابق في وجهات النظر في ملفات حيوية وملفات مهمة دون شك. أستاذ عزت،
حتى في أكثر اللحظات التي كان النظام المصري حين ذاك يعني تاريخيا يناصب أمريكا العداء، كانت أمريكا حاضرة في كل الملفات، أمريكا رقم صعب لا يمكن إغفاله. الآن نذهب إلى زميلي ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك. أمريكا حاضرة في معظم مشاهد تاريخنا الحديث والمعاصر. يا ياسر، كيف هو انطباع الأمريكيين عن مصر؟ نعم زميلي محمد، هو بالفعل حاضرة في الماضي قبل عام تحديدا 1832 تحديدا، وهو أول تدشين لقنصلية مصرية داخل الأراضي المصرية، وقبل ذلك كما تفضلت في التاريخ الحديث. يعني سوف أبدأ من الآن ثم أذهب إلى الوراء قليلا محمد إذا يعني سعفني الوقت. على سبيل المثال التبادل الثقافي، هناك تبادل ثقافي وتقدير ثقافي كبير من المواطن الأمريكي والإدارة الأمريكية. اليوم وأنا أحدثك هناك ما يسمى تور، أو هناك جولة للملك الكينج الصغير توت عنخ آمون تدور بين الولايات الأمريكية، ولا يحضرها فقط المصريون والمهتمون بالمصريون بالمصريات، ولكن أيضا بالتاريخ المصري، يدرس التاريخ المصري داخل المدارس الأمريكية، وهناك شغف كبير. وهنا في ولاية نيويورك أيضا بدأ التور منذ أيام، وسوف يستمر هذا الشهر وأعتقد إلى بداية الشهر القادم إن شاء الله. دعني أقول لك بأن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت ما هو أكثر من 23 مليار دولار. أيضا التبادل التجاري وصل محمد في العام الماضي، هذه إحصائيات لا تكذب، حوالي 9.1 مليار دولار أمريكي. صحيح. والصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بعد الجودة الكبيرة في غالبية المنتجات والقطن المصري الذي أصبحنا نشاهد بشكل كبير المنسوجات المصرية في المحال والماركات العالمية الكبيرة، وصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار سنويا. أما الصادرات الأمريكية المصرية فوصلت إلى حوالي 7.4 صحيح مليار ياسر. صحيح. دولار. ياسر، يعز علي أن أتركك تحت المطر هكذا، ولذا سأشكرك الآن، ويمكنك أن تغادر إلى مكان مسقوف، ولا أدري إذا ما كانت هذه الأمطار تأثير التغيرات المناخية أم أنها حالة طبيعية في هذا الوقت في نيويورك، لكن لك الشكر الجزيل في كل الأحوال زميلي ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك. أذهب الآن إلى سيادة العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يشرفنا عبر الهاتف. سيادة العميد، تحولت الولايات المتحدة الأمريكية في عقود مختلفة من تاريخنا المعاصر من خصم إلى حليف، كيف حدث هذا؟ تحياتي لحضرتك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام. أعتقد أن هذا التحول جاء من مخرجات معادلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارها في الحرب الباردة وانفرادها إلى حد كبير بقيادة المجتمع الدولي والقيادة الدولية والعالمية، أصبحت تبحث عن دول كبرى في الأقاليم العالم المختلفة، ومن هنا تطورت العلاقة مع الدولة المصرية، وأعلنت الولايات المتحدة في أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من رئيس بأن العلاقات مع جمهورية مصر العربية هي علاقة شراكة كاملة، شراكة استراتيجية، شراكة لها عديد من الأبعاد والارتكازات الرئيسية فيما يخص الأمن الإقليمي بشكل كبير، وفيما يخص أمن المنطقة والأمن بمفهومه الشامل، الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن الاقتصادي أيضا. منذ هذه المرحلة أعتقد أن
صفحة جديدة صارت هي عنوان لتلك العلاقة التي امتدت للمئة عام الماضية التي تحدث الزملاء عنها. صحيح سيادة العميد، وربما أكثر من 100 عام والعلاقة دافئة للغاية الآن. سيادة العميد، لنا لقاء تكون فيه في استوديو النيل إن شاء الله سيادة العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية. سيدي أشكرك شكرا جزيلا. سؤال أخير للأستاذ عزة إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، وصحيفتك لها وضع خاص، هي ابنة المؤسسة العريقة الأهرام لكنها باللغة الإنجليزية. سيدي الكريم، كيف ستعنون عدد صباح الغد إن شاء الله؟ بالفعل العدد صدر بالأمس، وكان العنوان هو قمة المناخ دعوة للعمل أو الفعل، call for action. نحن ندعو العالم كله من شرم الشيخ إلى أن تكون هناك خطوات حقيقية في اتجاه معالجة قضايا المناخ. هناك تقدم كبير أحرز في شرم الشيخ، هناك لأول مرة في قمم المناخ المؤتمرات الأمم المتحدة يتم الاعتراف بمسألة الخسائر والأضرار خاصة للدول الإفريقية، وهو ما تعتبره الدوائر المعنية بقضايا المناخ على أنها إحراز لتقدم بعد أن كانت الدول الكبرى تراوغ في الماضي وتحاول أن تتجنب هذا الأمر لتجنب دفع أرقام كبيرة فيما يخص الأضرار والخسائر التي تتسبب فيها الدول الملوثة للمناخ في العالم. اليوم هناك تقدم كبير أن الضغوط المجتمع الدولي، الأجندة الأفريقية التي أشرفت عليها مصر في العام الماضي وقدمت أجندة أفريقية متقدمة وأجندة أفريقية تم من خلالها رصد الكثير من الأموال حتى الآن، والمبادرات التي ستدخل حيز التنفيذ من دول عديدة، دول كبرى عديدة، وسيتم مناقشتها في الفترة القادمة. نعم. أعتقد أنها مكاسب كبيرة. اليوم على سبيل المثال كان هناك اليوم الخاص بعمليات خفض الكربون، وهي قضية حيوية، وجاء الرئيس الأمريكي في هذا اليوم. نعم أنا آسف جدا والله، أعتقد أنه سيكون هناك. تفضل. آسف جدا، الوقت انتهى، أشكرك شكرا جزيلا والله، يعز علي كثيرا أن أقاطعك. الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، نورتنا وشرفتنا والله يا أستاذ عزت. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر الجزيل لكل الضيوف الذين أكرمونا بالظهور في هذه الحلقة. أريد أن أقول كلمة أخيرة سريعة للغاية، إن كل العلاقات المصرية الخارجية وخصوصا العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية توظف لمصلحة الإقليم العربي، هذا ما نعرفه معرفة يقينية لأن التاريخ يشهد عليه. شكرا لكم، كنتم معنا على هواء القاهرة الإخبارية التي هي عاصمة الخبر.